السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة معلومة مفيدة والدوري السعودي. دلوقتي هنتكلم عن نتائج مباريات الأسبوع ال21 أو الجولة ال21 من الدوري السعودي، ولكن لسه في مباريات لسه ما اتلعبتش في الأسبوع ال21، هتتلعب يوم السبت إن شاء الله 7/3/2020. بالنسبة للمباريات اللي اتلعبت، فهي اتلعبت يوم الخميس والجمعة. الحزم تعادل مع الاتحاد 1-1، الشباب فاز على العدالة 4-0، الرائد تعادل مع الفتح 0-0، الوحدة فاز على ضمك 3-2، الأهلي فاز على الفيحاء 1-0. ويوم السبت استكمال المباريات بإذن الله تعالى. خلينا نشوف ترتيب الدوري السعودي وترتيب الهدافين المباريات. يأتي على جدول ترتيب الدوري السعودي، في المركز الأول الهلال ب 47 نقطة، في المركز الثاني النصر ب 42 نقطة، الأهلي في المركز الثالث ب 37 نقطة، الوحدة في المركز الرابع ب 36 نقطة، الرائد في المركز الخامس ب 32 نقطة، الفيصلي في المركز السادس ب 31 نقطة، الشباب في المركز السابع ب 31 نقطة، التعاون في المركز الثامن ب 29 نقطة، الفيحاء في المركز التاسع ب 27 نقطة، الاتفاق في المركز العاشر ب 26 نقطة، أبها المركز الحادي عشر ب 24 نقطة، والاتحاد في المركز الثاني عشر ب 23 نقطة، الحزم في المركز الثالث عشر ب 23 نقطة، الفتح في المركز الرابع عشر ب 19 نقطة، وضمك في المركز الخامس عشر ب 17 نقطة، 17 نقطة يا جماعة. العدالة في المركز السادس عشر، العدالة في المركز السادس عشر ب 14 نقطة، وفي المركز الأخير. طب ترتيب الهدافين، لكن اتمنى الاشتراك في القناه بضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك وسبسكرايب وتعمل لايك للفيديو. ترتيب الهدافين ياتي عندنا في جدول ترتيب الهدافين، ياتي في المركز الاول اللاعب عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر ب 16 هدف، المركز الثاني بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال ب 14 هدف، المركز الثالث عمر السومه لاعب الاهلي ب 13 هدف، وفي المركز الرابع يوسف نياكاتي لاعب الوحده ب 12 هدف، المركز الخامس كارلوس ادواردو لاعب الهلال ب 11 هدف، المركز السادس رومارينيو لاعب الاتحاد ب 10 اهداف، وفي المركز السابع كارلوس ستراندبرغ لاعب الحزم ب 9 اهداف، وفي المركز الثامن اندريا ماستينور لاعب العداله ب 8 اهداف، وكريستيان جوانكا لاعب الشباب، وجانيني تافاريز لاعب الاهلي، وميتشيل تيفريدي لاعب الفتح، وسعد بقير لاعب ابها، وفي المركز التاسع انسليمو دي مورايس لاعب الوحده ب 7 اهداف، وروني فرنانديز لاعب الفيحاء، وفي المركز العاشر اليوسيس لاعب العداله ب 6 اهداف، وجوليانو لاعب النصر، وهيلدون راموس لاعب التعاون، ومحمد فوزير لاعب الرائد، ومروان سعدان لاعب الفتح، وايضا سبيستيان جوفينكو لاعب الهلال. كان معكم محمد نور الدين من قناه معلومه مفيده، قدمنا لكم ترتيب فرق الدوري السعودي وترتيب الهدافين ونتائج المباريات. ولكن قبل انتهاء الجوله 21، فاضل مباريات السبت 7/3/2020، من فضلك اشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش بضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب، واعمل لايك للفيديو، اكون مشكور جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.